السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد سليم العوا، لنا الشرف ان احنا نلتقي مع حضرتك كفوق جاي من امريكا، وانا كمواطن مصري شاركت في الثورة من بدايتها الحمد لله لغاية يومنا هذا، كواحد من الشباب، كواحد من المواطنين المصريين، ولي الشرف. انا اسمي احمد رحاب، مواطن مصري مواطن امريكي، وبعمل في مؤسسة كير، مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية، مدينة شيكاغو. في مدينة شيكاغو الشابتر بتاعنا يمكن أصغر بس أكبر شابتر، كان حصل له نمو سريع الحمد لله نتيجة الموديل اللي احنا اشتغلنا بيه، اللي هو كان corporate model لكن لوجه يعني لصالح المجتمع مش لصالح فرد أو فلوس. احنا طبعا غير هادفين للربح، ومؤسسة غير دولة يعني غير حكومية. كير بتعمل على دفاع المسلمين وحقوق المسلمين، عندنا محامين مدربين عاملين معنا يعني داخل المكتب، مش بنستلفهم او يعني بنقول لهم تعالوا ساعدونا، هم مننا، فبنقوم بالدفاع عنهم من خلال المحاكم. يعني لو حد مثلا تعرض لمسلم في البدايه بنحاول ان احنا نتفاهم معاه، لو ما وصلناش لحل بنخش بتقلنا في المحاكم، والحمد لله بنكسب كل القضايا اللي احنا بنخش فيها. واحده مثلا قاعده في ماكدونالدز، واحد جه خلع الحجاب منها، تميز عنصري او ديسكريميشن، لو كان قبل المؤسسة دي كان ممكن تروح البوليس ولا عادي يعني اوكي ماشي هنعمل محضر، ولكن الموضوع ده يعتبر هيت كرايم، حاجة اكبر كتير من مجرد تحرش. اما يكون في مؤسسة زي دي بنقدر ان احنا يعني نكسب القضايا الصعبة دي. وعندنا برضو شغل كتير في الميديا في الاعلام، وانا من المتحدثين الرسميين للجالية المسلمة في امريكا، خاصة في القنوات الفضائية، وخاصة ضد اليمنيين المتطرفين من المسيحيين اليمنيين المتطرفين ومن الصهاينة المتطرفين ايضا، بجانب تدريب الشباب المسلم وغير المسلم اللي عامل معنا في المؤسسة على أن يكون عنده سمات قيادية في الخطابة، في الكتابة، في التصدي للإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام، والفهم للإسلام كحضارة وليس فقط كدين، كحضارة وكحضارة غربية. احنا بنقول هي حضارة غربية عشان لو كانت المسيحية أو اليهودية حضارة غربية فالإسلام لا يقل قدرة على أنه يكون جزء من الغرب كما هو جزء من الشرق وجزء من العالم كله. احنا هنا في مع لجنة او وفد امريكي مكون من افراد مؤسسين ورؤساء وعاملين في مؤسسات امريكية وكندية. الشيء المشترك بيننا كلنا ان هي مؤسسات تعمل على العدالة الاجتماعية بطرقها المختلفة، من الدفاع عن المهاجرين او حقوق المهاجرين، من الدفاع عن الفقراء او العاملين او العائلات اللي هي تحت خط الفقر، أو مواضيع البيئة وحماية البيئة وتأثيرها على المجتمعات الفقيرة أو المهمشة. أيضا في العمل الديمقراطي اللاحزبي بالنسبة للبروسيس نفسه أو النظام الديمقراطي نفسه، نسبة استكشاف القدرات، تدريب المرشحين، وأيضا تدريب المنظمين على الأرض بالنسبة للعمليات الانتخابية والبرامج الانتخابية نفسها.